وشوشة. والله أنا أتمنى أشتغل مسرح، بس مش عارف أنا عندي القدرات دي إن توقفني قدام خشبة مسرح ولا لأ. يعني أنا ما خدتش التجربة حتى من باب البروفات عشان أقدر أشوف، يعني ممكن أجرب، بس هل أقدر أنا عليها ولا لأ؟ معرفش. الممثل الكويس المجتهد بيثبت نفسه. يعني أنا ابتديت في بداية حياتي بمشهد، يعني لولا ان انا عملته كويس واخلصت فيه ما كنتش قدرت اوصل ان اصعد اخد 5-10 فيلم ابقى بطل فيلم. فالممثل المجتهد الكويس بيبان من مشهد. يعني انت مثلا كنتش قلقان ان محمد رجب بياخد الريسك ده لوحده، ومحمد رجب كان بيشارك مثلا خالد صالح مجموعه؟ لا خالص، عملت فيلم محترم اللي ربع، كان معايا الفنانه روجينا وكان معانا لميتا فرنجية وكانت جديدة، والحمد لله برضو نجحنا. بذكر الشخصية أنا ما بعملش غير عمل واحد في السنة، فتبقى السنة كلها ببقى مسخر حياتي كلها أن أنا أدرس الشخصية، ومش كل شخصية بتدرس وبتاخد مجهود صعب. يعني أنا بشوف ده مبالغة، أن لو في حد بيعتبر أن كل شخصية بتاخد مجهود، لا، في شخصية بتبقى قريبة منك، في شخصية بتبقى شوية في الحياة كتير، مش كل شخصية بتستنزف الواحد. يعني في بعض الأدوار اللي عملتها استنزفتني، وحتى بعد ما خلصت تصوير ببقى حاسس أن أنا عايز أقعد أرتاح، بس زي الحفلة، زي سالم أبوخت، زي ملاك اسكندرية، بيبقى قبلها بحث عشان أقدمها، فببقى خلاص تعبت. وفي نفس الوقت بقى الشخصية ليها مواصفات في طريقة طبقة الصوت، في طريقة المشية، لكن مش كل الشخصيات بتاخد المجهود ده. وشوشة. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري.